بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمود، وهتكلم معاكم النهاردة عن أشهر وأقوى وأكتر علاج فعال للسمنة، وهي الكبسولات الأكثر شهرة والأكثر مبيعا في العالم، مش بس في مصر أو في الدول العربية. العلاج ده اسمه لايبو 6 بلاك، هو واخد شهرة كبيرة جدا، وبالذات في الفترة الأخيرة بسبب قوته وتأثيره الشديد. قدرته على حرق الدهون قوية جدا، بيكسر ويفتت الدهون في وقت سريع، بالإضافة انه مفيش منه أي أضرار جانبية ولا أي آثار جانبية، فعال جدا جدا، وبالأخص لما انت تمارس معاه رياضة ولو خفيفة. لايبو 6 بلاك، يعني العلبة بتحتوي على 60 كبسولة لونها أسمر، كبسولات مائية، بمجرد ابتلاعها بتمتص وبتتفتت داخل المعدة، ما بتلحقش أي ضرر بالمعدة أو بالجسم. فيها مميزات كتيرة جدا، بتسرع حرق الدهون، بتوقف امتصاص العناصر اللي فيها سعرات حرارية عالية في المعدة، بالإضافة لاحتوائه على نسبة عالية جدا من الكافيين. ونصيحتي لكل الناس، لو هتستخدم لايبو 6 انت لازم تمنع تماما جميع المنبهات او العناصر اللي بتحتوي على مادة الكافيين زي القهوة والشاي، لان فيها نسبة كافيين عالية. النصيحة التانية، حاول ما تاخدش اي كبسولات لايبو 6 متأخر، يعني خلي كبسولة الصبح مثلا بعد الفطار، او يفضل قبل الفطار بربع ساعة او نص ساعة. ياريت الكبسولة التانية تبقى قبل الغداء، وما تاخدش كبسولات بالليل، اكبر غلط، لانها بتسهر. فانت عشان تمارس حياتك بشكل طبيعي هيبقى زي ما قلنا كبسولة قبل الفطار بنص ساعة، وكبسولة تانية قبل الغداء بنص ساعة. وحاول تشرب مية كتير، شرب المية اصلا مفيد جدا في حرق الدهون، وعشان يساعد المعدة انها تدوب الاكل اللي انت بتاكله، ويساعدك على امتصاص الكبسولات دي بكل سهولة. الكبسولة كمان بتحتوي على عناصر مفيدة للجسم، تدي طاقة باور عالي، ومعمولة اصلا من متدربين داخل النوادي الرياضية. يعني ما تندهش لما تلاقي على العلبة من برة رسمة ناس بيشيلوا حديد او بيمارسوا البادي بيلدينج، هي معمولة اصلا على الناس اللي بتمارس رياضة بتساعدهم على حرق الدهون بقوة عالية جدا وبشكل فعال. لكن مش كل الناس بتقدر تروح الجيم، انت لو شخص عادي جدا ممكن تاخد الكبسولات دي وتتمشى لمدة نص ساعة في اليوم، كويس جدا. طبعا ما ينفعش تبقى انت بتاخد الكبسولات دي ومش عامل نظام غذائي، لا، حاول تعمل نظام غذائي بعيد عن الاكلات الدسمة اللي فيها سعرات حرارية، فيها سكر، فيها دهون، وبإذن الله هتحصل على اقوى نتيجة مع لايبو 6 بلاك. وبرضو البنات او السيدات، في لايبو 6 حريمي اسمه لايبو 6 هيرز، ممكن تستخدموه بنفس الطريقة. وأتمنى لكم أيام سعيدة ورشاقة، وبإذن الله تحصلوا على الوزن المثالي. وبليز اعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، ونوعدكم إن شاء الله نعمل لكم فيديوهات مفيدة جدا في مجالات مختلفة من الحياة. كان معكم محمود فؤاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.